السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعرفنا باسمك؟ عبد الرحمن كتب العنزي، رئيس لجنة التراث والفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، ما هي تطلعاتك لمهرجان التراث الشعبي في منطقة تبوك بما أنه أول مهرجان تراث يقام في هذه المنطقة؟ الحمد لله أول شيء على نجاح هذا المهرجان، وفي البداية يعني نشكر جمعية الثقافة والفنون على اهتمامها بالتراث وقيامها بالأنشطة الجديدة، ومن ضمن الأنشطة اللي هو مهرجان التراث الأول. والحمد لله ما زال المهرجان مدته 3 أيام وانتهى إن شاء الله، والمهرجان يبشر بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. ما هي نظرة الزوار لهذا المهرجان وخاصة في ختامه؟ والله نظرة الزوار صراحة معجبين في المهرجان هذا كأول مهرجان يقيم في منطقة تبوك تقيمه جمعية الثقافة والفنون، وكان حضور ناس كثيرة يعني، والحمد لله على كل شيء. كلمة أخيرة تحب توجهها لجميع الزوار من تبوك ومن ضواحي تبوك وأيضا المشاركين والمنظمين لهذا المهرجان؟ أشكر في البداية أشكر جمعية الثقافة والفنون، وأشكر أستاذ عمر الفاخري مدير جمعية الثقافة والفنون، وأشكر العاملين على هذا المهرجان من أعضاء جمعية الثقافة والفنون، وأشكر كل من جاء شارك في هذا المهرجان سواء من محافظة خيبر أو من العلا أو من تيمة أو من محافظات أملج والوجه وضبة المناطق الساحلية، حيث شاركونا في بناء الطين وصناعة العشش وصناعة الأحبال، والحمد لله لقى المهرجان إقبال كبير. أستاذ عبد الرحمن، هل هناك في الأيام القادمة مفاجآت من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في منطقة تبوك؟ نعم، في مسابقات وفي مهرجانات مقررة لعام 1434، من ضمنها مهرجان الفرقة الشعبية، من ضمنها مهرجان برضو للتراث الثاني، هذا المهرجان الأول، المهرجان الثاني عام 1434 إن شاء الله، وفي دورات نسائية ودورات رجالية ومسابقات تقيمها الجمعية إن شاء الله خلال السنة المقبلة إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن وعلى تواجدك معنا. الله يسلمك، مشكور.